كتير لعبالك. شكرا حبيبي. غسلتهم لتيابي ومن هون لنطلع بينشفوا، ولوقتها نحن منفطر، فشو بدنا ناكل؟ قلي شو حابب تاكل؟ شو بدنا ناكل؟ لحظة ستي عم تدق؟ ايه الحق معها، بتكون جنت من الخوف، ولي والله لا تذبحني. صباح الخير ستي. هلا ليش هالسيرة من الصبح؟ بكير لا تسردي الله يخليكي، احكي بسرعة اختصر الموضوع. طيب حكى مشاني شي؟ شو بده يحكي معي قصدي؟ والله ما حكى شو بده، اصلا مرق الوقت بسرعة، بلشنا بالحديث وسردنا. بعد شوي ومن سيرة لسيرة. اوه لو تشوفي. ليكي ستي. لحظة ما فهمت شو؟ لك خلاص بعد شوي. ستي شو رأيك نحكي بهالقصة بوقت تاني؟ ايه؟ وليش عم يصير؟ كنت عم قول نحكي نحكي بهالموضوع بوقت تاني المساء، شو رأيك؟ يلا روحي هلأ بوسات. ايه؟ ليش هيك زاويت فيني عمر؟ شو تاكلي؟ شو حضر لك؟ أنا بحضر؟ لا روحي عادي وأنا بحضر. مع أنك مانك متعودة تفطري بكير، بس بجوز تقبلي تفطري معي وتفتحي لي شهيتي. أنا وحظي. إيه معقول ما أفطر؟ طبعاً بفطر، حتى قهوة بدي أشرب، راسي عم يجعني كتير. حط حبق مع الأومليت. فكرة خانم مرحبا. مين حضرتك؟ بما انك ما رديتي على اتصالاتي ولما جانا خانم ما عطتني موعد، قلت بجي بنفسي وبشوفك اليوم. اذا عم تلمح انه هربانه فمو صح بنوب. من هون لو سمحت. ما عم ازعجك ما هيك؟ ابدا تفضل فوت. تفضل من هون. عم بسمعك قول. موضوعنا هو الشغل. لقيتها. ممكن تطلعي لي البيض؟ يلا طيب. ايه ما في بيض عندك؟ على الأغلب بيكونوا خالصين. ما لقيتيهم؟ ما في بيض هون. بوصي شكري هو بيجيب. ماشي، وبهالوقت أنا رح حضر الصحون والأغراض. تمام. ألو شكري وينك؟ أهلين عمر بيك. أنت مريض شي؟ شبه شو صاير مريض؟ أخذت شوية برد يا عمر بيك، ما في شي مهم، وليكني طالع طريقي لعندك. لا أوعك اليوم ارتاح، صوتك مبين تعبان كتير. صدقني أنا منيح عمر بيك. شكري خلاص ارتاح اليوم، سعلتك قوية، اسمع الكلام، نام وارتاح وكونوا بخير. ماشي يا عمر بيك، شكرا كتير. أهلين. شو مريض مبين من صوته؟ ايه عم يسعل وقال آخذ برد، خليه يرتاح بالبيت اليوم. خليه يرتاح، حرام كبير. ايه أكيد. ايه الحبق والبيض. شو بدنا نساوي؟ أنا رح جيب الأغراض. بما انه رح نفطر اليوم سوا. اوكي لبين ما تجي انا بجهز الطاولة. ماشي اوكي بروح وبرجع. روح وتعال. مفاتيحه ما اخذت المفاتيح معك؟ ايه المفاتيح مو هون. هذا عمو شكري يمكن جاي. عمر وين؟ مو هون.
فوتي شوي منحكي جوا. انتي زعلانة مني؟ الحقيقة مشوش تفكيري شوي، ما عم بعرف شو بدي فكر، بس اللي بعرفه انك مو بنت سيئة. الحياة أحياناً بتحطنا بدروب غير كل شي خططنا له. ما بتعرفي حالك شو عم تساوي، خاصة وقت تحبي بجنون. بجوز هيك، ما بعرف، وبجوز لأنه ما حبيت مثلك من قبل ما عم بقدر أفهمك. أنت هون لتحكي لعمر عني؟ جيتي تحكي له كل شي؟ عمر ما بقى إلا يوصل، بدك تقلي له فكرات؟ جاوبيني بترجاكي. شو فكرات؟ ديما شو هاد؟ قوليلي وين لقيته؟ سيمورغ هدية من رفيقة قديمة لعمر، قيمته غالية كتير على قلبه، لهيك قررنا نعلقه على الحيط. كيف هيك؟ ما فهمت، شو يعني؟ ليش سألتي عنه؟ هذا كتير قديم وأنا عملته بإيدي. كيف؟ ما فهمت. لما كنت بالثانوي عملتهم، بأول ما اهتميت بالموضة. كيف وصل لإيد عمر يا ترى؟ شو بيعرفني؟ انت عطيتي لحدا تذكري؟ عطيته بس لشخص واحد، انا عطيته لشاب بتلت جيهاني. ايه وبعدين؟ كان شاب امه على فراش الموت، وانا كتير تأثرت فيه، ومنشان ترتفع معنوياته وتعلى طاقته عطيته اياه. شو يعني؟ فكرات؟ هو بيكون
أخيرا عمر، اليوم هو اليوم الموعود ونحن وأخيرا فيه. ما بتتخيل شو متحمس. شو بك صفنان؟ شو صاير معك؟ صباطي موسخ، ما بعرف وين دعست. ناولني المحرمة من عندك. وين المنديل؟ استنى لشوف وين كان. هات أنا بحطه. إيه اليوم يومك. لهلأ مو مصدق إني رح جوزك عمر. هاي يا عريس مبروك. إيه أنا مالي مصدق. بتعرف أنا حاس هلأ الفراشات عم بتطير جواتي كأنه أنا يلي رح أتجوز. إيه الحمد لله شفت هاليوم قبل ما أموت. يلا يلا سيلفي تايم كمان هلأ لؤي. أوف يا لؤي، حتى اليوم سيلفي؟ خلاص أنت وياه، إذا اليوم ما تصورنا سيلفي إمتى بدنا نتصور؟ إيه بدكن أحسن من هيك مناسبة حلوة لنا نتصور فيها؟ يلا رح تطلع صورنا بتجنن. تعو يلا يلا بلشنا. فكرة الله يوفقك. لا تحكي له لعمر القصة. أنا وياه ناويين نتجوز. فكرات مرحبا. أهلين عمر. شو بكن واقفين؟ اقعدوا لبين ما ساوي فطور. بتحبي الأومليت مع الحباب؟ قررتي شو؟ بتضلي هون؟ شكرا بس انا لازم روح. افطروا انت وحبيبتك صحه. وانا ما عم افهم ليش اجيتي. اذا بدك تروحي هيك دغري. يلي صار انه جين حكت معي وقال بدنا نبلش اليوم، وقالت روح على باسيونس الموعد الساعه 10. بظن هيك صعب. شلون ممكن تروحي على الشركه بالبسكليت؟ شو فيها؟ بتاخدي وقت كتير؟ مو مشكله احسن. والساعه 10 بشوفك هنيك. طيب مثل ما بدك. We'll be right back.
ديما؟ شبك؟ ديما؟ شبك خير؟ صاير معك شي؟ صاير معي شي؟ أبدا. بجوز لأنه ما أكلت. شكلك تعبانة يا قلبي، وشك مو على بعضه. مو تعبانة بس حاسة إني محتاجة أتخبى جواتك عمر. شكلي عشان جد هالمرة. اوه هالربيع شو بيعمل بالناس. كأنه ما عجبك. شو هو؟ بقصد الأومليت، لأنه ما دقتي لسه. دقته حبيته، طيب كتير عم باكل منه. عمر؟ اللوحة يلي هونيك قديش مهمة بالنسبة إلك؟ أنت شو خطر لك هلأ؟ مو حكيت لك؟ هو مزبوط أنت حكيت لي، بس البنت يلي قدمت لك هاي اللوحة يلي شعرها أزرق، أنتو ما التقيتوا مرة تانية مو هيك؟ دورت، حاولت لاقيها بس الموضوع صعب. مو خبرتك ديما؟ طيب إذا لقيتها؟ كيف ما فهمت؟ يعني فرود لقيتوا بعضكم، شو بتساووا؟ كنتوا حبيتوا بعضكم؟ ما بعرف، بجوز كنت حبيتها. البنت هي طلعت لي بوقت كتير مهم، كان مفترق صعب بحياتي. بجوز لولاها كنت عشت عمري بالندم. بجوز. بجوز؟ لأنه فتحت لي كتير أبواب، خلتني أشوف أحسن. يعني برجع وبقلك إنه لولاها هي كانت ماتت أمي وما ودعتها. يعني هي ملاك خير تقريبا. إذا هيك كنتوا رح تحبوا بعض. ديما هالحكي شو له لزوم؟ أنا ما بعرفها ولا بعرف اسمها ولا شي. ما بعرف وينها وشلون صارت. كأنك عم تدوري على إبرة بكومة قش. بعدين ليش عم تحطي هالاحتمالات المستحيلة وتعذبينا فيها؟ شو خطر لك؟ أنا بصراحة هالفكرة بتخوفني، خايفة تحب حدا غيري، حبني بس أنا. بحبك أنت وبس. ممكن نروق؟ كيف منروق؟ من وين عم تخطر لك هالأفكار اليوم؟ مو مهم، الخوف بكركب أصحابه. أوعك تخافي، ممنوع. وليكك رح تنتقلي اليوم على باسيونيس ورح نرجع نشتغل مع بعض. كل ما رفعت راسي بشوفك كل يوم. وأنا رح شوفك صح؟ يا كيف بدي أشتغل هيك يا ترى؟ رح ضل عم أطلع فيك وما أقدر أشتغل، وإذا ما عدت اشتغلت معقولة تقلعني يا عمر؟ شلون بدي أقلعك؟ يعني مدير لأنك شو بعرفني؟ بتعرف شغلي وأنت جنبي عقلي بيفوت ببعضه. أكيد ما رح أعملك مثل باقي الموظفين.
مو حلوة عيب بالشركة، عاملني مثل الباقيين. معناتها شو بقلعك؟ مو قصدي لهالدرجة، انت التاني رح كون شاطرة اكيد، لانه هيك بضل واقفة جنبك كل نهار. اكيد عم تقول هاي البنت ما بتعرف عن شو عم تحكي، ما هيك؟ بدي اتحمل هيك، شو ساوي؟ يلا قومي بدنا نروح، تأخرنا. بس كملي أكلك مشاني، ما أكلتي شي.